القطاع الصحي اليوم يعاني إهمالا. يستطيع أي شخص منا أن يرى هذا الإهمال. هنتكلم بالكلام اللي ممكن الناس كلها تفهمه. لو واحد فينا راح مستشفى مش خاصة، مستشفى من مستشفيات الحكومة اللي هما بيقولوا إن المستشفيات دي مفروض المواطن الغلبان، هل هيعامل كبني آدم؟ الإجابة واضحة للجميع، مفيش أي معاملة آدمية لينا كستاف بيشتغل في المكان ده أو للمريض. بيحطونا في مواجهة المريض من غير أي إمكانيات، بيدخل لي مريض محتاج حقنة عشان تنقذ حياته وأنا ما عنديش الحقنة دي، وأنا مطالب إن أنا أديها له، أنا مش عندي ده وهو محتاج ده، طب أنا المطلوب مني أعمل إيه؟ وبعدين لما يجوا يقولوا لك في مشكلة نعلن حالة طوارئ، إيه شكل إعلان حالة الطوارئ؟ المشكلة الأخيرة اللي واجهت مصر كانت أنفلونزا الخنازير، وأنا هتكلم عنها بإيجاز، إن كل الطوارئ اللي أعلنت في وزارة الصحة كانت إن هما منعوا الناس من الأجازات. طب هو أنت بعد ما منعت الناس من الأجازات والناس غابت، فين الرعاية الصحية اللي أنت قدمتها للمريض؟ الشعب ده بيعاني من سنين من الإهمال، وجايين دلوقتي يفهمونا إن مفيش إهمال، بيتكلموا عن إنجازات هي مش موجودة أصلا. صعب جدا إن مديرة الإدارة المركزية وهي أكبر مسؤول للتوضيح، أكبر مسؤول عن التمريض في جمهورية مصر العربية، تتولى في نفس الوقت منصب النقيبة، وآخر خدمة هي قدمتها للتمريض كانت إن هي وافقت على مشروع الحافز بدل الكادر. مشروع الحافز اللي عشنا نحلب بيه من سنين، اللي بنطالب بيه من قبل حتى الثورة، بعد ما تم اعتماده وبعدين قامت ثورة 30. الأستاذة العظيمة الزميلة كوثر محمود وافقت على مشروع الحوافز في ظل رفض كل نقابات المهن الطبية هذا المشروع. هل الناس بترفض مشروع الحافز ده من غير سبب؟ لا، في أسباب لرفض مشروع الحافز. مبدئيا مشروع الكادر كان بيتضمن ان زي ما بنقول بالبلدي كده، ما ينفعش انك انت تحضر لي طياره هليكوبتر عشان انقل المريض واكتشف ان طياره الهليكوبتر دي ما فيهاش حتى كانيولا او حقنه ادي بيها المريض الحاجه اللي هو محتاجها. احنا بالنادي بنقول يا جماعه عايزين نخدم الناس، عايزين نخدم الناس الفقراء اللي بيخدموا البلد دي، مش هنقدر نخدم الناس دي من غير ما يبقى موجود ميزانيه محترمه لوزاره الصحه. احنا دورنا ما يقلش اهميه عن الشرطة أو عن الجيش، كلنا بنخدم هذا الوطن. والحديث عن ضعف إمكانيات الدولة، إزاي في ضعف الإمكانيات الدولة في الوقت اللي رواتب الجيش والشرطة زادت فيه أكتر من مرة؟ طب إحنا فين؟ فين المريض؟ على فكرة ضحايا الانفلات الأمني من أول الثورة 25 يناير لحد يومنا ده ممكن تكون ما تسويش ربع ضحايا الإهمال الطبي في شهر. هل احنا قطاع يستحق ان ينظر له بعين، مش عشان بس الناس اللي شغالة فيه، عشان برضو المريض. احنا في الاول وفي الاخر بنقدم مهنة بنقدم خدمة للمريض. لو انت ما بقاش متوفر عندك ميزانية انك انت تقدر تجيب حاجات تقدم بيها خدمة المريض، ولو انت ما ارضتش العاملين في هذا القطاع ككل سواء اطباء او صيادله او اسنان او تمريض او فنيين، لو انت ما وفرتش ميزانية واديتهم ما يستحقوه، صعب جدا الناس دي تبقى موجودة في وسط ان في قطاع خاص بيفترس القطاع الحكومي. طب المريض اللي معهوش فلوس ان هو يروح القطاع الخاص نعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه ايه؟ طيب قوائم الانتظار أصبحت بالشهور على عمليات قلب مفتوح. جزء كبير جدا من مقدمين الخدمة الصحية بيعاني من أمراض فيروسية زي التهاب الكبد الوبائي بي وسي وحتى الإيدز. والنقابة بتاعتنا بتكتفي بأن هي تديله 1400 جنيه في الوقت اللي كورس 2400 جنيه في الوقت اللي كورس العلاج المصري منه 13400 جنيه. والكورس الأجنبي وهو المفيد، لأن المصري للأسف نسبة المادة الفعالة فيه
بيطلع ان هو خلاص خف، وبعدها بست شهور بتروح تعمل تحليل تجد ان لسه عندك الفيروس. الكورس الاجنبي 100,000 جنيه. هل معقول ان احنا نعيش في بلد فيها وكيل النيابه بياخد 1500 جنيه بدل عدوى، وموظف البنك بياخد 500 جنيه بدل عدوى، في الوقت اللي الطبيب بياخد 19 جنيه والتمريض بياخد 15 جنيه بدل عدوى، والتحديث عن زياده بدل العدوى في المشروع الجديد ان هي هتوصل ل 60 جنيه. طب هو المريض التمريض او اي حد عامل في القطاع الصحي هيتنقل له عدوى، هل ال 60 جنيه كافيين ان هم يخففوه؟ ما يتهيأليش، في ظل ان المرتبات اصلا ضعيفه. الكلام مش عن مسؤول واحد، مش عن شخص او فرد، هو عن منظومه كامله رافضه ان هي تعترف ان في اخطاء. H1N1 اللي هو معروف بانفلونزا الخنازير ظهر قبل اعلان وزاره الصحه ليه بست شهور، وكان في حالات، وللعلم مش كل الحالات اللي بتعلن عنها وزاره الصحه هي دي الحالات الفعليه. في ناس من القطاع الصحي توفوا بسبب هذا الفيروس. دلوقتي بقوا ماشيين بنظام انك تروح المستشفى، وانا عندي اثبات على ده، انك بتروح المستشفى بيشكوا ان عندك انفلونزا خنازير، بيقول لك احنا لسه هنسحب لك عينه وتروح الوزاره 3 ايام، لا انت تاخد تيم فلو وتروح البيت. فاذا كل الاعداد اللي موجوده حاليا في المستشفيات لا تمثل العدد الفعلي لحالات الاصابه بانفلونزا الخنازير. دي الحالات اللي تاخرت، لكن الحالات الاصابه الحقيقيه لم يتم حصرها حتى الان. هنفضل لحد امتى عاملين زي النعام؟ تبقى المشكله قدامنا ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. اللي بيقولوا ان في رعايه صحيه في مصر، الشعب كله عارف ان مفيش رعايه صحيه. انت النهارده بتروح اي مستشفى حكومه مش هتلاقي حتى رعايه ادميه، مش هقول لك رعايه ممتازه او فندقيه زي ما بيقدم القطاع الخاص. هل في اتجاه، السؤال اللي احنا بنساله وعايزين نتجاوب عليه، هل في اتجاه لخصخصه المستشفيات الحكوميه؟ يقولوا لنا ان هم عايزين يبوروها ويخصصوها. الوضع الحالي ان مستشفيات الحكومه اصبحت خرابات، مش مستشفيات اصلا. صعب جدا ان ادنى الحدود السرير بيبقى متكسر، فما بالك بالرعايه الصحيه؟ مفيش تدريب، مفيش كفاءات. ليه مفيش تدريب؟ اي كفاءه بتتدرب وبتبقى كويسه بتنسحب من القطاع العام بعد ما الدوله صرفت فلوس وملايين على تعليمنا وعلى تعليم جميع القطاع، بينسحبوا. طب هما بينسحبوا ليه؟ مش السؤال ان احنا ازاي ما نخليهمش ينسحبوا، لازم السؤال اللي قبل ازاي ما نخليهمش ينسحبوا، هما بينسحبوا ليه من القطاع العام؟ ليه بيتوجهوا للقطاع الخاص بعد ما اتصرف عليهم ملايين؟ والملايين دي على فكره هي ملايين هذا الشعب، مش ملايين شعب تاني. هل اتصرف عليهم ملايين عشان يخدموا في المستشفيات الخاصه؟ طب لو هم هيخدموا في المستشفيات الخاصه تصرف عليهم المستشفيات الخاصه. انا بشكر الحضور مره تانية، ودلوقتي هننتقل لكلمه للاستاذه ولاء عن دور النقابه الحقيقي، وليس هذا الدور الزائف الذي تقوم به هذه النقابه في تلك الايام. أنا ولاء أحمد، عضو في تمرد منسقة اتصال منسقة شؤون إدارية في الحركة. أنا أخصائية تمريض في مستشفى بورسعيد. أنا عايزة بس قبل ما أتكلم عن الدور الحقيقي للنقابة، عايزة بس أعرف إيه هي نقابة التمريض اللي إحنا فيها، اللي إحنا بنشتكي منها دلوقتي. نقابة التمريض للأسف إن إحنا مش لاقيين أي كيان لينا في نقابة التمريض الحقيقية الموجودة دلوقتي، لأن بكل بساطة النقيبة هي نفس الشخص اللي بيشغل الإدارة المركزية للتمريض. يعني أنا لما عاوز أشتكي من حد، هروح أشتكي لها هي، فبالتالي هي أساسا ولا هتسمع لي ولا هتهتم لمشاكلي. المفروض إن إحنا يبقى عندنا أول حاجة، يبقى عندنا محامي في النقابة بيدافع عن حقوقنا لما بيكون عندنا مشاكل. تاني حاجة، المفروض ان انا كعضوة في النقابة يكون ليا على الاقل نادي محترم، ابقى يعني كوسيلة من وسائل الترفيه، او على الاقل
ان يكون ليا مكان نقابي محترم. اي نقابة تمريض دلوقتي، اي نقابة تمريض، لو اي حد فينا راح يسال عن نقابة التمريض في اي مكان في الجمهورية هيلاقي مكان صغير جدا في مكان مش معروف، يعني حتى دورنا ومكاننا مش موجود وملوش وجود. المفروض ان تالت حاجه للمفروض للنقابه الحقيقيه ان انا اعمل المفروض زي ما هم قالوا، ده الاستاذ اسلام اتفضل وقال ان المفروض ان هي تدعمني لما اقول انا عايزه كادر، مش هي النقابه الوحيده اللي توافق على الحافز، وهو ده اللي بيتطبق دلوقتي وبيضحكوا بيه للاسف علينا ان هم بيقولوا حافز، والحافز ده مش اي حد بيتحكم فيه، لا مسؤوله المستشفى هي اللي بتتحكم فيه، يعني جايبين لنا حاجه يسكتونا بيها الوقت صغير وخلاص عشان نسكت. المفروض ان كل اعضاء هيئه التمريض يبقى لهم كل فتره دورات بتتعمل لهم عشان احسن ادائهم، عشان كل شويه المفروض ان احنا كمهنه تمريضيه عايزين نحسن ادائنا ان احنا كل شويه نجدد من معلوماتنا، مش تفضل المعلومات بتاعتنا هيها القديمه، لا مش هينفع. المفروض ان انا اوفر تامين صحي ملائم للناس اللي شغالين معايا. انا كممرضه دلوقتي لما بتعب مش بلاقي مكان اتعالج فيه، لما بروح اي مستشفى بتعامل زي اي حد واقل من اي حد، يعني دلوقتي التمريض زمايلنا اللي توفوا في مستشفى بنها وغيرها 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 لما جم يتعالجوا ما لقوش مكان يدخلوا فيه، انا واحده دلوقتي خدت العدوى من المستشفى وما لقيتش مكان اتعالج فيه، يبقى انا المفروض دلوقتي عليا ان انا اعمل ايه؟ المفروض اللي يعمل لي سبورت في ده او يدعمني في ده النقابه بتاعتي، بس للاسف احنا مش لاقيين اي دور للنقابه الحقيقيه دلوقتي. المفروض يبقى فيه تواصل بين اعضاء هيئه النقابه وبين المستشفيات، يعني انا المفروض يبقى فيه على الاقل كل فتره حد من النقابه يروح يشوف المستشفيات فيها ايه ويطمن على الناس في عندهم مشاكل ولا مش عندهم مشاكل. بدايه احنا موجودين النهارده علشان خاطر حقوق المريض قبل التمريض. لو التمريض اللي بيقدم للمريض الخدمه الصحيه اكتر من نسبه 60% من الخدمه الصحيه هو ما اخدش حقوقه مش هيقدم رعايه صحيه مسلم، وهو ده هدفنا واللي احنا جايين عشان نوصله النهارده. لما يكون مفيش تامين صحي للتمريض ان هم يتعالجوا فيه وان التمريض يترمي في مستشفيات حكوميه تكاد لا توازي 40% من الامكانيات المطلوبه، يبقى ازاي هيقدم خدمه صحيه؟ عدد كبير جدا من اعضاء هيئه التمريض في الوقت الاخير اكتشف ان هو عنده فيروس سي. النقابه عملت ايه علشان خاطر تعالج؟ مفيش. يا ترى بتقدم له علاج؟ نسبه العلاج اللي بتقدمها النقابه المفروض ان هي بتصرف لها مخصص مالي لا يتعدى ربع التكلفه الماليه اللي بيتكلفها التمريض في الوقت نفسه، ان مرتبات التمريض لا تكاد تغطي ضرورات الحياه اليوميه. ازاي اطلب منه يتعالج وازاي اطلب منه ان هو يقدم خدمه صحيه وهو نفسه ما بيتقدملوش الخدمه الصحيه؟ بدايه وجود عجز مدمر في اعضاء هيئه التمريض، وجود العجز في الاعداد مع عدم وجود معونات ماديه بتقدم للتمريض او مع عدم وجود مقابل مادي بيتقدم للتمريض ادى ان التمريض اصبح مكان بيشتغل في مكان واحد اصبح بيشتغل في مكان واثنين وثلاثه، بيأدي العجز في الشغل مع الاعداد اللي بتتسحب في النقابه والاعداد اللي بتتسحب في الاداره المركزيه بدون اي وجه حق، لان التعيينات فيها جزء كبير جدا منها بيتم بوسائط وبمحسوبيات او من الاخر علشان خاطر يسكتوا وما يتكلموش. اصبح العجز بدل ما كان عندي العجز نسبته 50% ارتفع ل 60 و70%، ادى ان دلوقتي في ناس او في بعض المستشفيات بتضطر ان هي تشغل طلبه الجامعات، مش الجامعات بس، المعاهد الفنيه والثانوي، اصبح مفيش توصيف وظيفي محدد بتلتزم بيه المستشفى وتقدر ان هي تطبقه وتحاسب التمريض او التمريض يحاسب المسؤولين عليه. زائد ان رئيسات التمريض في كل مكان اصبحوا عين النقابه. ده بيعارض؟ تعالى، انت بتعارض ليه؟ في 1 2 3 4 مكانك بيكون حاجه من الاثنين، لا اما بتتهدد لا اما بتروح معاهم في النقابه. دلوقتي احنا بنسال سؤال، لو التمريض كله وعي، لو التمريض كله فهم حقه فين، يا ترى هيكون مكانهم كلهم فين؟ ان هم هيتهددوا ولا ان كلهم هيبقوا اعضاء في مجلس اداره النقابه ومش هيبقى فيه تمريض في المستشفيات؟ ده بالنسبه للتمريض ووضعه الصحي. اما بالنسبه للطلبه بتوع التمريض اللي المفروض في اخطاء مميته في الكتب الدراسيه بتاعتهم، في مؤتمر سابق للحركه كنا اتكلمنا عن اخطاء في كتب العمل اللي المفروض بتدرس في مناهج المعهد الفني وثانوي التمريض. الكتاب ده دلوقتي اتمنعت طباعته، يعني انا بخرج تمريض للناس من غير ما يكون معاهم كتاب عملي.
زائد ان انا بخرج تمريض للناس، بعلمه باللغه العربيه في الوقت اللي اي دكتور في اي مستشفى محترم عشان اهل التمريض ان هو يشتغل فيها بيبقى كاتب كل حاجه بالانجليزي. اصبح اللي انا بخرجه غير مؤهل ان هو بيشتغل. تمريض من حقه على النقابه ان هي تعمله دورات، دورات ان تمت تتم بشكل هزلي والاعضاء محدودين جدا. يعني ايه اعمل دوره في اساسيات مهنه التمريض لاحد اعضاء هيئه مهنه التمريض اللي المفروض حاصل على بكالوريوس تمريض؟ طب انا اديته الشهاده ليه؟ انا كده عندي خلل في حاجه من الاثنين، يا اما عندي خلل في الاداره اللي قررت ان هي تدي دوره في اساسيات مهنه التمريض، لا اما عندي خلل في التعليم اللي طلع واحد محتاج فعلا الدوره دي بعد ما يكاد يكون درس على الاقل 3 او 5 سنوات علشان خاطر يحصل عليها. في الوقت الحالي محامي النقابه ايه دوره؟ محامي النقابه تحول من ان هو محامي بيدافع عن اعضاء مهنه التمريض تحول لمحامي مجلس اداره النقابه، واصبح بيرفع دعاوى على التمريض. يعني المفروض جاي يدافع عننا، هو ما بقاش يدافع عننا، هو بقى يدافع عن اعضاء مجلس الاداره ضدنا. بيحصل نقولات تعسفيه لبعض اعضاء هيئه التمريض، بيحصل فصل باجراءات تعسفيه، بتحصل جزاءات بدون التحقيق فيها. فين ده كله من النقابه؟ النقابه لا تعلم عنه اي شيء. توزيع العشوائي للتمريض على مستوى الجمهوريه، قانون العمل في مصر بيقتضي ان على الاقل المتزوجه في مكان تعمل فيه ما دامت اسرتها في المكان ده. معانا في اعضاء الحركه ناس من الصعيد شغالين هنا، هو الوزاره عملت لهم ايه؟ النقابه عملت لهم ايه؟ فين حقهم على الوزاره والنقابه؟ ده كله اصبح متخبط في وجود عده قوانين بيحكموا التمريض. القوانين متوزعه بين جامعه وهيئات تعليميه وادارات خاصه. اصبحت وزاره الصحه مش هي المسيطر الوحيد على وضع التمريض، وبالتالي في تخبط في القوانين. اصبح التمريض مش فاهم منه اي حاجه وحقه بيضيع في السبيل ده. الامكانيات داخل المستشفيات غير متوفره. اصبح التمريض بدل لما هو المفروض يقدم اكتر من 60% من نسبه الرعايه اللي بيقدمها للمرضى، اصبح وسيله من وسائل انتشار العدوى بين المرضى وبعضهم. ما بيقومش بالدور المطلوب منه كما ينبغي. ليه؟ علشان خاطر مفيش حاجه متوفره. قبل ما اسال التمريض انت ليه ما عملتش كده، هو اسال انا وفرت له الحاجه دي ولا لا علشان خاطر يقوم بدوره. ايه هي القوانين اللي المفروض النقابه بتلتزم بيها؟ ابسط الاحوال، قبل تحديد ميعاد الجمعيه العموميه المفروض يتم اختار جميع المستشفيات التابعه للنقابه بميعاد الجمعيه العموميه قبلها بفتره لا تقل عن 15 يوم. في ناس جايلها النهارده اشاره ان هم يروحوا يحضروا بكره اجتماع جمعيه عموميه، باي حق؟ دي عندها عرضه، دي مش هتتواجد لاي سبب إن كان، باي حق ابعت الاشاره النهارده واقول لهم بكره علشان خاطر ما حدش يحضر في الجمعيه العموميه؟ وفي النهايه القوانين اللي هم عايزينها او القرارات اللي هم عايزين يتخذوها تتخذ بطريقه سلميه. في النهايه عدم وجود الحوافز او المكافئات اللي المفروض التمريض يحصل عليها مقابل المخاطر الجسيمه اللي هو بيتعرض ليها. احنا اصبحنا دلوقتي موظف البنك بياخد بدل عدوى 500 جنيه في الوقت ان التمريض اللي قاعد في العدوى ليل ونهار وبقى وسيله من وسائل انتشار العدوى بياخد 15 جنيه بدل عدوى. واحد، تفعيل الدستور الجديد فيما يخص مخصصات الصحه للوصول بها الى المقاييس الدوليه. 2، اقرار قانون التامين الصحي ومراعاه مقدمي الخدمه الصحيه بوضع افضل في الرعايه الصحيه لهم ولذويهم. تطهير مؤسسي للقيادات المتخاذله في حقوق المرضى قبل التمريض وقد اخذت فرصتها ولا تمتلك جديدا تقدمه. 4، اقاله رئيس الاداره المركزيه للتمريض بالوزاره، حيث انها لا تكتفي بالصمت امام الاوضاع المزريه للتمريض المصري بل انها تحاربه في الحصول على ادنى حقوقه المسلوبه. 5، تغيير منصب المسؤول عن التمريض بالوزارة ليكون مساعد أول الوزير لشؤون التمريض. 6، تعيين المسؤول الجديد على أن يكون حاصل على الأقل على درجة ماجستير، ويعين 2 من المستشارين الشباب القادرين على توصيل أصوات وطموحات جموع التمريض. 7، تشكيل الإدارة المساعدة للمسؤول الجديد وتتكون من ممثلي جميع فئات التمريض، بكالوريوس، معهد، دبلوم. 8، أن تكون الوزارة مسؤولة عن كل فئات التمريض العام، وزارة، جامعة، قطاع خاص، هيئات تعليمية. 9، التأمين الجيد للمستشفيات بما يساعد العاملين على أداء الخدمة في اطمئنان. 10،
تطوير المناهج لتكون متناسبة مع المعايير الدولية، وذلك لضمان تقديم المستوى الأفضل من الرعاية الصحية مع مراعاة التحديث المستمر. 11. العمل على إنشاء مدارس ومعاهد في أغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة على تغطية العجز في التمريض، مما يحسن أداء الخدمة المقدمة للمرضى. 12. إعادة نظام البعثات الخارجية لمدد معينة لاكتساب خبرات وتطوير المهنة حسب المعايير العالمية. 13. عمل كادر للتمريض على أن يكون الحد الأدنى 1800 جنيه. 14. رفع حافز العدوى والمخاطر إلى 500 جنيه نظرا للمخاطر التي يتعرض لها التمريض. 15. رفع بدل النضجية من 15 جنيه إلى 70 جنيه للدبلوم والمعهد، ومن 20 جنيه إلى 80 جنيه للبكالوريوس. 16. رفع بدل السهر من 30 جنيه إلى 100 جنيه للدبلوم والمعهد، ومن 40 جنيه إلى 120 جنيه للبكالوريوس. 17. تحسين الوجبات المقدمة للتمريض في المستشفيات الحكومية والمراقبة على تقديمها في القطاع الخاص. 18. توفير حضانة بالمستشفيات على مدار الساعة، وذلك لمساعدة المرأة العاملة في أداء عملها. 19. تعيين رئيسات التمريض في المستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة للترشح: المؤهل، الخبرة، الكفاءة. 20. عودة من يطلب من المستقيلين والمنقطعين العودة إلى العمل مع تعهده بعدم تكرار الأسباب، وذلك للمساعدة في حل مشكلة نقص القوادر التمريضية. والآن مع الكلمة الأخيرة قبل البيان للمنسق العام لحركة التمرد والتمريض الأستاذ فرحات سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فرحات سليمان، منسق عام حركة التمرد والتمريض المصري. احنا الحركة من أول ما عملناها كان قدامنا ثلاث حاجات: إن احنا نعترض على الوضع اللي موجود ونوجد حلول ليه وآليات للتنفيذ. ثلاث حاجات دول احنا بنعمل كده كيان محترم الناس تثق فيه، عشان التمريض ما عادش بيثق في اي حاجه. وفي تنويه مهم جدا، ان احنا حركه مهنيه ليس لها علاقه بالسياسه. احنا خدنا من حركه التمرد الرئيسيه الفكره فقط، الفكره اللي التمرد على الوضع الصعب اللي احنا فيه، مش اكتر من كده. واحنا كجزء من القطاع الصحي نتمنى ان احنا يبقى القطاع الصحي كله يبقى مع بعضه في مطالب واحده، بدل التنابز بيننا وبين بعضينا في ان التمريض اهم او الطبيب اهم. احنا كلنا منظومه واحده، واحنا بنتضامن مع مطالب الاطباء، وهم ان شاء الله في اتصالات بيننا وبين لجنه الاضراب عشان تنسيق، عشان خاطر يبقى تنسيق مع القطاع الصحي ككل. وطبعا بعد الساده الافاضل الزملاء ما قالوا كل اللي اتقال، يبقى التعسف ضد اعضاء الحركه ملوش اي دعوه بالمهنيه. مش معنى ان انا بعترض معناه ان انا انسان خارج عن الـ عن الـ عن الطبيعه. ان انا بقول اللي انا عايزه، بقول مطالبي بكل بشكل محترم، وبعرضها مره واثنين وثلاثه، وهم اللي بيدفعونا ان احنا نصعد، لان ما حدش بيسمع. هم عاوزين حاجه معينه بيمشوها غصب عن كل التمرين. طبعا احنا كان لنا فعاليات قبل كده، مؤتمرات صحفيه ووقفه يوم 9/2 اللي فات. الوقفه دي قبل ما تتعمل اتعرضنا لحرب شرسه، طلعوا كلام علينا على الفيسبوك، قدموا بلاغات فينا طبعا على الفيسبوك، ووصلت لامن الدوله واتصلوا بينا على اساس ان احنا ارهابيين وهنروح نخرب قدام الوزاره. وعملنا التصريح وتحروا عننا وعرفوا ان احنا ناس كويسين، والحمد لله عملنا الوقفه. ولكن بسبب ان هي منعت الاجازات وحولت ناس للتحقيق، وقفت ضد الناس عشان ما تروحش الوقفه، وبعد ده كله بتكشف نفسها اكتر وبتبعت جوابات شكر لان التمريض ما طلعش في وقفات. والحمد لله الوقفه نجحت، ودي خطوه اولى، لان في خطوات كتير بعد كده، لان احنا مستمرين الى ما لا نهايه، مش مستمرين لحد ما ننفذ مشروع قالت الدكتوره كوثر او شيلها من النقابه او محاربتها. لا، احنا عندنا مشروع كامل للمهنه وكامل للقطاع الصحي، وان شاء الله باذن الله هنهيكله بالتعاون مع نقابه الاطباء عن قريب ان شاء الله. طبعا احنا التمريض طبعا مهنه
بتقدم 60% لأي واحد فينا. أي واحد فينا بيدخل المستشفى التمريض الممرض أو الممرضة أكتر واحد بتعامل معاه، هو اللي بتعامل مع المريض وبتعامل مع الطبيب وبتعامل مع فن المعمل وبتعامل مع الصيدلية وبتعامل مع كل حاجة، هو حلقة الوصل الوحيدة بين كل القطاع الصحي وبعضه. لو الحلقة دي عملت إضراب هيبقى ده المشكلة الكبيرة. طبعا في فعاليات جاية، وياريت السادة الإعلاميين والصحفيين والحضور يبقوا واخدين بالهم منها، لأن احنا اتعرضنا لتهديدات بسببها. النقابات الفرعية، احنا في نقابة فرعية في اسكندرية بكرة عندنا اجتماع جمعية عمومية عادية، طبعا هي من قبل ما تبدأ هي غير قانونية، لأن المفروض لها جدول أعمال ثابت في القانون اللي هو أوله إقرار الميزانية. لما تروح لهم يقولك مفيش ميزانية، طب ازاي انت هتعمل جمعية عمومية بناء على ايه؟ وكتب ورقة بالكلام ده وجري اتخاذ الإجراءات القانونية. بعد موضوع النقابات الفرعية اللي هي اجتماعها سنوي في شهر 2 النقابات الفرعية، ان شاء الله بإذن الله الحد اللي جاي في وقفة قدام وزارة الصحة، الوقفة الثانية لينا يوم 2/3 قدام وزارة الصحة الساعة 11 صباحا. بعدها ان شاء الله في مؤتمرات صحفية هنعملها عشان خاطر النقابة العامة ليها جمعية عمومية في شهر 3. طبعا من دلوقتي احنا بنجهز لها، وان شاء الله بإذن الله نحاول نوصل مع كل القطاع الصحي للتنسيق عشان خاطر الفعاليات تكون اكتر نجاحا ان شاء الله. شكرا. في النهاية بجدد الشكر للسادة الحضور والسادة الصحفيين، وبجدد الشكر لحزب التجمع لاستضافته الكريمة، ونشكر دعم شباب حزب التجمع المعنوي لنا، كما تعودنا من حزب التجمع على مدار تاريخه أن يدعم الفئات المتضررة في المجتمع ويساندها. بيان حركة التمرد. تعلن حركة التمرد التمريض عن رفضها الكامل لمشروع الحافز كبديل لمشروع الكادر الذي تقدمت به الوزارة المستقيلة، وتمسكها بمشروع الكادر الأساسي ولا بديل له، وأنها بدأت الرفض بوقفة أولى يوم 9/2 بعنوان ملعون أبوك يا سكوت أنا حلمي مش هيموت، والوقفة القادمة الأحد القادم 2/3 الساعة 11 صباحا أمام وزارة الصحة، وأننا مستمرون في الدفاع عن حقوق التمريض والمطالبة بإقالة الزميلة كوثر محمود من المنصب الوزاري والنقابي، ونهدد بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة للمطالب السابق ذكرها.